شهد حفل الفنان محمد فؤاد والذي أقيم مساء أمس في الساحل الشمالي موقفا مؤسفا من قبل مغني المهرجانات حمو بيكا، وذلك بعد تشاجره مع مجموعة من الشباب أثناء غناء الفنان محمد فؤاد. تعود أسباب الأزمة التي افتعلها حمو بيكا إلى خلاف بسيط بينه وبين مجموعة من الشباب تطورت إلى الاشتباك بالأيدي أدت إلى إصابة شخص وفزع باقي جمهور الحفل. وتسببت هذه المشاجرة في توقف غناء الفنان محمد فؤاد على المسرح، الأمر الذي جعل محمد فؤاد يطرد حمو بيكا قائلا اللي مش هيحترم نفسه يطلع بره، واضطر البودي جاردات لاصطحاب حمو بيكا خارج الحفل هو ومجموعة من أصدقائه إلى أن عاد مرة أخرى قبل انتهاء الحفل ليجلس في مكان بعيد عن مكان المشاجرة. كما طالب الفنان محمد فؤاد من منظمي الحفل السيطرة على الموقف، وإلا سوف يعتذر عن الحفل بالكامل. بدأ حفل محمد فؤاد في الساعات الأولى من صباح اليوم وسط تفاعل كبير من جمهوره، حيث قدم من خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة، كان أبرزها الحب الحقيقي وأغاني فيلم رحلة حب، بالإضافة لأغنية كمانانا التي تفاعل معها الجمهور. ومن مفاجآت الحفل صعود المطرب عمر كمال على المسرح ليعلن عمر ان هذه اللحظة اسعد لحظة في عمره لكونه من عشاق محمد فؤاد، وحرص على الغناء معه اغنية الحب الحقيقي. كما حرص محمد فؤاد على تشجيع المطرب عمر كمال مؤكدا انه من المطربين الشباب الذين نفتخر بجودة صوتهم، ولابد ان يحافظ على الشعبية الكبيرة التي حققها الفترة الماضية بعدم غناء اي كلمات هابطة او مبتذلة.